انا دكتور ثروة الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن. مساء الخير يا دكتور، مساء الخير استاذه دينا، مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني خلينا نفهم فلسفة اتاحة قطع اراضي لمربي الدواجن في الصحراء، ايه الفكرة؟ تمام. الفكره طبعا ان احنا اول حاجه ان احنا نبعد عن الكتله السكانيه. في ال 20 سنه الاخيره للاسف تم زحف الكتله السكانيه على مزارع الدواجن، واصبح بعض المزارع او كثير من المزارع موجوده وسط الكتله السكانيه، وده شيء غير صحي، لا على صحه الانسان ولا على صحه الدواجن. توجه ايجابي كبير جدا من الحكومه، طب معلش انا رغم اسف ان المقاطعه، طب هو في الدول التانية بيعملوا ايه؟ يعني بعيدا عن الكتله السكنيه بيروحوا فين؟ صحراء برضو؟ لا لا، في اماكن وبعد بيني بعد صحي، في قانون هناك ممنوع اي حد يبني في مكان، لكن للاسف احنا في مباني مخالفه على الارض الزراعيه، في وقت انتخابات كان بيمر في السنين اللي فاتوا، وفي تجاوزات كثيره جدا للاسف ما كانش في مخطط. كان في وقت من الاوقات المزارع دي بعيده تماما عن الكتله السكنيه، لكن مع الزحف مع السكاني الزحف. وعدم وجود وعدم وجود خط تنظيم جيد للمزارع وللكتله السكنيه حصل تداخل. النهارده توجه ايجابي جميل جدا من الحكومه، لكن ينقصه بعض النقاط. ايوه اول زي نقطه ايه؟ اعتقد منها هي لازم يكون هناك تسهيل في الموافقات الاداريه من الوزارات المعنيه. ما ينفعش المنتج النهارده خاصه الارض دي بياخدها حق انتفاع وليس تمليك، هو اللي يروح بيعمل البنيه الاساسيه، بيعمل الطرق، بيعمل الكهرباء، بيعمل الميه. فلازم، ما ينفعش كمان اديله عبء النهارده الجهات الاداريه، لازم اساعده. واعتقد الاسبوع اللي فات كان في اجتماع من السيده الدكتوره نائب وزير الزراعه مع الوزارات المعنيه لتسهيل المنتجين واجراءاتهم مع وزارات زي الدفاع والري والاثار. النقطه الثانيه برضو مهمه، معامله المناطق الصحراويه دي زي المناطق الصناعيه، لازم عشان الناس تتشجع وتروح تعمر الصحراء وتعمل هناك مشاريع انتاجيه، لازم يكون في حاجه زي اعفاء من الضرائب لفتره معينه عشان نشجع المستثمرين دول اللي يروحوا هناك، المنتجين ينتقلوا للصحراء. نقطه برضو مهمه اعتقد في البنيه التحتيه، هناك مكلفه جدا عشان اعمل مجتمع داجيني في قلب الصحراء، الميه هناك من ابار بتكلفه، بالكهرباء مولدات او بالكهرباء بتكلفه. فاعتقد لازم يكون في قروض ميسره عشان تبقى المنظومه كلها بتمشي مع بعضيها. طب نقطه برضو مهمه، اتفضل. النهارده المزارع الموجوده في الكتله السكنيه لازم يكون في تشريع النهارده يحول المزارع دي، خاصه ده تصلح للانتاج التاجيلي مستقبلا، فلازم احولها لمشاريع اخرى اقتصاديه زي ثلاجه، زي مدارس، زي مخازن، زي مصانع. دي اللي هي حاجة تقصد المحلات الموجودة حاليا، لا بقول ان بتكلم عن المزارع الكتله السكنيه دي لازم المزارع عفوا، احولها المزارع الموجودة حاليا حضرتك عايز يعني ما تتقفلش وخلاص، تحولها تتحول لمشروع آخر. دي ان ممكن صاحب المزرعه النهارده يستفيد بيها في مشروع اخر وياخد العائد المالي منها ويروح يعمل بنيه تحتيه في الصحراء. فلازم يكون في تشريع لتحويل انشطه المزارع نعم. لكتله سكنيه.